لاعب النادي الاهلي ومدافع النادي الاهلي ايضا سعد سمير يتنصب عليه او اتنصب عليه بالفعل. هنعرف كل تفاصيل الموضوع ده ولكن بعد الفاصل. مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات جت في العارضه. بالفعل سعد سمير لاعب النادي الاهلي ومدافع النادي الاهلي ايضا اتنصب عليه من احد شركات الاستثمار العقاري. الراجل لها اعلان على النت، الاعلان بيتكلم ان في شركه استثمار هتعمل كومباوند، الكومباوند ده هيكون متكامل من مجاميعه في كل ما يحتاجه اي مواطن، وهي المستشفيات والمدارس والنوادي والكافيهات والمطاعم وكل حاجه هتكون داخل الكومباوند. ولكن بعد ما الراجل استلم الشقه بتاعته او الفيلا بتاعته في الكومباوند، راح وشاف حاجات غريبه الشكل. لا، اول حاجه ان في مستشفى، والمستشفى دي فيها مشرحه، والمشرحه دي في خلف المستشفى ومواجهه للفيلا، يعني في وش الفيلا على طول. لقى كمان عيادات، ولقى ناس عمال بتدخل وبتخرج، ولقى العيادات دي العيادات متخصصه قريبه جدا، يعني خاف جدا من موضوع الامراض والكلام ده كله، خصوصا ان معظم المواطنين اللي كانوا مقدمين في الكومباوند ده برضو رفضوا الموضوع ده تماما، اللي هو احنا خايفين من الامراض وخايفين من الابوئه اللي ممكن نشوفها او اللي ممكن تحصل لنا بسبب الحاجات دي كلها. ومش بس سعد سمير، احمد عادل عبد المنعم ايضا لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب الجونه الحالي برضو اتعرض لهذا الموضوع ده، وراح الراجل ودفع فلوس على عشان يستلم الوحده بتاعته ولقى الحاجات دي كلها. ودي المشكله بتاعت سعد سمير واحمد عادل عبد المنعم بشكل عام وباختصار شديد جدا. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك للفيديو.